من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذا التسجيل الخاص بحساب معدلات التلاميذ الخاصة بتلاميذ المتوسطة في إطار نشر المعرفة والمعلومات حول كل ما يخص التلاميذ. فإن بإذن الله تعالى ننشر هذا التسجيل من أجل الإسهام في دعم التلاميذ وأولياء التلاميذ، خاصة أن تكون هناك بعض الأخطاء في بعض المؤسسات من حيث إملاء النتائج وتدوينها أو معالجتها. ولذلك هذا التسجيل سيمكن الأولياء والتلاميذ عموما من حساب معدلاتهم بنفسهم بطريقة صحيحة، هي الطريقة المعمول بها في المؤسسة. طبعا هذا الذي ترونه على الصورة هو منشور وزاري جئت به من موقع الوزارة، وقد نشرته الوزارة في موقعها الرسمي، وزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية، قد نشرته من أجل التذكير بالمعاملات، وهو ملحق بالمنشور 15/47/2017. إذن هذه المعاملات التي تحتاجها في حساب المعدلات. إذن هذا هو المنشور كاملا. إذن هذه هي المعاملات بالنسبة للسنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. طبعا لم تشر الرياضيات، ولذلك ولم تشر هنا في هذا الجدول مادة الرياضيات، ولا لسنا نعرف ما هو السبب، لكن على العموم فإن معامل الرياضيات سيكون اثنان ما عدا في الثالثة والرابعة، فأعتقد أنه سيكون ثلاثة. إذن مباشرة مع الطريقة، أنت تحتاج هذه المعاملات في الحساب، لكن بعد معرفة الطريقة الصحيحة لحساب معدلات التلاميذ. أنا قد جهزت هذا الكشف المصغر كمثال فقط، وتستطيع أن تأخذ الطريقة الصحيحة بعد متابعة التحليل لهذا الكشف. إذن أولا ستلاحظون طبعا خانة المواد، أنا اكتفيت بثلاث مواد، ويمكن أن تجربها وتكون الطريقة صحيحة وفاعلة جدا جدا على كل المواد. إذن اخترت اللغة العربية لأن لها فردان ومعامل اثنين، والرياضيات أيضا معامل اثنين. بالنسبة للسنة الأولى متوسط، والمعاملات المواد تجدها في المشهور السابق. إذن المدنية لها فرد واحد، إذن والاختبار. إذن نبدأ على بركة الله. إذن لابد من قراءة المراقبة المستمرة. المراقبة المستمرة هي نتيجة لمراقبة التلاميذ داخل القسم خلال الموسم الدراسة الفصل الأول والثاني والثالث، تكون النشاطات أو تكون مشاركة التلاميذ، وبعض الأساتذة تكون نقاط المراقبة يعطونا نقاط المراقبة حسب نتائج الفرض والاختبار. إذن الطريقة ما هي؟ نجمع المراقبة المستمرة والفرض الأول والفرض الثاني، نجمعهم هنا، أعطينا مثال 13 الفرض الأول و16 و18، نجمع هذه النقاط الثلاثة ثم نقسمها على ثلاثة. لماذا نقسمها على ثلاثة؟ من أجل استخراج معدلها. بعد أن استخراج هذا المعدل سنضربه في اثنان. لماذا؟ لنتحصل على معدل على 40. سوف نعرف لماذا 40. إذن أعيد، أولا نجمع المراقبة المستمرة زائد الفرض الأول زائد الفرض الثاني، نتحصل على مجموع نقسمه على ثلاثة ثم نضربه في اثنان، أو تضربه في اثنان وتقسم على ثلاثة، ليس هناك مشكلة. بعد أن نتحصل على هذه النتيجة نضربها في اثنان، فيكون معدل الفروض على 40. ثم نذهب بالاختبار ونكتبه على ونضربه في ثلاثة. مثلا هنا الاختبار 15 ضربناها في ثلاثة، فأصبح الاختبار 45. إذن الآن نجمع معدل الفروض، في الحقيقة معدل التقويم المستمر. إذن 31.33 لها معدل الفروض والمراقبة المستمرة، زائد 45 اللي هي معدل الاختبار أو الاختبار في ثلاثة، نجمع ثم نقسم على خمسة. لماذا نقسم على خمسة؟ لأن عندنا 40 معدل الفروض و60، إذا 60 و40 100، ونحن نريد الحصول على معدل على 20، إذا نقسم على خمسة. إذا أعيد طريقة باختصار. إذا نجمع المراقبة والفرض الأول والفرض الثاني، نقسم على ثلاثة ونضرب في اثنان، النتيجة التي أجدها أضربها في اثنان وأضعها هنا في
معدل الفروض، ثم أضرب الاختبار في ثلاثة فيصبح عندي مثلا هنا 45، أجمع معدل الفروض اللي هو 31.33 مع الاختبار في ثلاثة 45، النتيجة التي أجدها أقسمها على 5 فأتحصل على معدل 15.26 بالنسبة للغة العربية. لكن لا ننسى أن هناك معامل بالنسبة للغة العربية، هناك معاملها 2 بالنسبة للمتوسط، فأضرب 15.26 اللي هو معدل المادة أضربه في 2 وأحصل على المجموع 30.52، وهكذا أعيد نفس العملية مع الرياضيات، المراقبة المستمرة زائد الفرض الأول زائد الفرض الثاني الكل تقسيم 3، النتيجة أضربها في 2 فأتحصل على 32، ثم أضرب الاختبار في 3 فأتحصل على 60. هنا في هذا المثال التلميذ تحصل على 20، ضربتها في 3 تحصلت على 60. إذن أجمع معدل الفروض مع معدل الاختبار أو مع مجموع الاختبار 32 زائد 60، ثم أقسمها على 5 أتحصل على 18.2. معامل الرياضيات بالنسبة الأولى المتوسط هو 2، إذن أضرب 18.4 في 2 فأتحصل على 36 في 8. الآن أنطلق إلى عندما يكون بالنسبة للمواد التي لها فرض واحد، إذن هنا لا تحتاج إلى عملية طويلة، إنما تجمع فقط المراقبة المستمرة مع الفرض الأول. إذن تلاحظون هنا في المدنية الفرض المراقبة 18 تحصل على الفرض نقطة 18، أجمع فقط أجمع 18 المراقبة مع 18 الفرض فتكون النتيجة 36 دون ضرب أو قسم. أجمع فقط بالنسبة للمواد التي لها فرض واحد، أجمع المراقبة مع الفرض وأضع هنا في معدل الفروض اللي هو 36، أضرب الاختبار في 3 هنا 39 على أساس أن التلميذ أخذ في الاختبار 13 فضربناها في 3 فتحصل على 39. أجمع معدل الفروض اللي هو 36 زائد الاختبار في 3 اللي هو 39، ثم أقسمها على 5 فأتحصل على المعدل 15 كما تلاحظون. المدنية لها معاملها واحد، فطبعا 15 ضرب واحد تبقى 15، ثم أجمع هذه المجاميع فتحصل على هذا المجموع. كمثال فقط نحن مجموع لثلاث مواد، إذن فأتحصل على مجموع 82.32، أقسم هذا المجموع على المعامل على مجموع المعامل وليس على المواد كما يفعل بعض الأولياء. إذن أقسمه على المعامل، وفي العادة في كشف النقاط إذا رأيتم كشف النقاط قادم فستجدون هنا خانة مكتوب فيها مجموع المعاملات. إذن أنت تتعرف على المعاملات حسب ما يدرس ابنك أو حسب ما يدرس التلميذ نفسه، وتقسم هذا المجموع مجموع كل المعدلات بعد أن تحسب الفروض وتضربها في المعاملات، تقسم النتيجة أو المجموع الكبير هذا على المعاملات، ستجد المعدل هنا في هذا المثال مثلا 16.64. إذن هذه هي الطريقة بسهولة، بالنسبة للذين لم يستوعبوا الطريقة فعليهم توقيف التسجيل وإعادته مرة أخرى وسيصلون إلى النتيجة بإذن الله تعالى. كانت هذه مجرد محاولة من أجل مساعدة التلاميذ وأوليائهم في الحصول على معدلاتهم قبل استخراج كشف النقاط الرسمية. إلى تسجيل آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.